اليوم راح نتحدث إن شاء الله عن موضوع جديد يتعلق بقواعد اللغة العربية، واليوم راح نتكلم عن الكلام على حرف. الكلام أخذنا المرة الماضية الوقف، هنا إذا وقفت على اللفظ فإن كان ساكن الآخر بقي على سكونه، كمن وبل ولم ويكن، وإن كان متحركا سكن كالقلم والتنوين، يحذف في الرفع والجر ويقلب ألفا في النصب، كهذا قلم وكتبت بقلم وبريت قلم قلما. ويجوز في المنقوص إثبات الياء وتركها، يعني على الحالتين جائز، سواء كان معرفة أو نكرة، نحو الجواري وله الجواري المنشآت. الجواري، لاحظوا هنا الكسر، الجواري أو الجواري الياء. ولكل قوم هاد، هاد هادي أو هاد هادي الياء أو هاد. هنا غير أن الأكثر في المعرفة الإثبات، وفي النكرة، في النكرة اللي هو الحذف لما تكون نكرة، ولكل قوم هاد. من هو الهاد لهذا القوم؟ هاد. من هو؟ غير معروف. إذا لاحظوا هنا الأولى أن تحذف الياء، أن تحذف الياء. وهنا أيضا في حالة الجواري، الجوار أي جواري، أي سفن، غير معروفة، غير معرفة. وتثبت ألف المقصور على كل حال. ويحذف إشباع هاء الضمير إلا إذا كانت مفتوحة، كأكرمته واحتفلت به وأكرمته. وتقلب تاء التأنيث هاء إذا كانت في اسم ليس جمع مؤنث سالم ولا ملحقا به، وقبلها متحرك أو ألف كفاضلة وفتاة، وتبقى تاء في غير ذلك كثمت وقامت وأخت ومسلمات وعرفات. تمام، لاحظوا أنه هنا الوضع يختلف، قلنا اللي هي فيها التانيث اللي هي تقلب تاء التانيث إلى هاء، وتلحق ما الاستفهامية إذا حذفت ألفها للجر، هاء تسمى هاء السكت، فتقول في لما وعم ولمه وعمه. وتلحق أيضا أمر لفيف المفروق ومضارع المجزوم، فتقول في قي ولم يقي قه ولم يقه. ويجوز أن تلحق هذه الهاء كل متحرك بحركة بناء أصلية، كقوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، هاؤم اقرءوا كتابية. الآن الكلام على الحرف. الحروف كلها مبنية في اللغة العربية، وهي قليلة بحيث لا يتجاوز عددها 80، 80، ويقال لها حروف المعاني، كما أن حروف الهجاء يقال لها حروف المباني. وحروف المعاني على 5 أقسام: إما أحادية، ثنائية، ثلاثية، رباعية أو خماسية. أما الحروف الأحادية فهي 13، وهي الهمزة، الألف، الباء، التاء، السين، الفاء، الكاف، اللام، الميم، النون، الهاء، الواو، والياء. فالهمزة للاستفهام وللتسوية وللنداء: أقريب أم بعيد ما توعدون؟ هنا لاحظ الاستفهام. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم؟ هنا للتسوية. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. أجارتنا إن مقيمانها، هنا للنداء، أجارتنا. إذن هذه الهمزة تستخدم للاستفهام، للتسوية وللنداء. والألف يستخدم للاستغاثة وللتعجب وللندبة
وللفصل بين النونين وللدلالة على التثنية. يا زيد لأمل نيل بر، يا زيد، لاحظوا هنا الاستغاثة. يا ما ويا عشبا، هنا للتعجب، ويا عشبا للتعجب، وحسينا للندبة. اضرباني يا نساء، هي الفصل بين النونين، اضرباني يا نساء. نعم، اضرباني يا نساء، هنا اضرباني يا نساء، هنا للفصل بين النونين، اضرباني يا نساء. وقد أسلم مبعد وحميم، وحميم، لاحظوا هنا للدلالة على التثنية، وقد أسلم الألف. الباء في اللغة العربية يعني من استخداماتها للإلصاق، للسببية، وللقسم، وللاستعانة. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، يعني بسبب نقضهم ميثاقهم لعناهم. إذن هنا إجت الباء بمعنى السبب، بسبب. أمسكت بأخي، هنا الإلصاق، أمسكت بأخي تأتي بمعنى الإلصاق. وللقسم أقسم بالله وآياته، هنا بالله وآياته. كتبت بالقلم للاستعانة. وتجيء أيضا زائدة، أليس الله بكاف عبده، هنا الباء جاءت زائدة، ليست للإلصاق ولا للسببية ولا للقسم ولا للاستعانة، هي جاءت يعني زيادة. التاء من يعني تأتي في اللغة العربية للتأنيث وللقسم أيضا. قالت امرأة العزيز، امرأة، هنا التاء جاءت للتأنيث. وللقسم تالله لقد آثرك الله علينا، تالله، تالله، هذا أسلوب قسم في اللغة العربية. وللاستقبال السين طبعا تستخدم للاستقبال، نحو ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ستبدي، استقبال، ستبدي، سترى ذلك في المستقبل، استقبال بمعنى يعني المستقبل. الفاء تستخدم للترتيب مع التعقيب، واحد، اثنين، لربط الجواب. دخل العلماء فالأمراء، هنا الترتيب مع التعقيب يعني بعدهم، عقبهم، يعني دخل الأمراء العلماء ثم دخل الأمراء. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، هنا جواب اللي هي ربط الجواب، اللي عندي فعل الشرط وجواب الشرط. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني هنا هو جواب الشرط. وتجيء أيضا زائدة لتحسين اللفظ، مثلا خذ سبعة فقط، خذ سبعة فقط، هنا الفاء جاءت جاءت زيادة. نأتي إلى الكاف، تستخدم للتشبيه وللخطاب. على سبيل المثال العلم، العلم نور، العلم نور، العلم كالنور، العلم كالنور، هنا الكاف جاءت للتشبيه. إن في ذلك لعبرة، هنا خطاب، هنا إن في ذلك لعبرة، إن هذه يعني هذه هي العبرة، خطاب يعني مخاطب. وتجي أيضا زائدة ليس كمثله شيء. واللام للأمر وللابتداء وللقسم وللاختصاص. على سبيل المثال
للأمر لينفق ذو سعة من سعته. هنا أمر، اللام هنا جاءت للأمر. ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، هنا للابتداء، اللام جاءت للابتداء. ليوسف يعني إن أولا، إن يوسف وأخوه. لأن أخرجوا، لأن أخرجوا لا يخرجون معهم، هنا جاءت للقسم، لأن أخرجوا لا يخرجون معهم، يعني لن يخرجون معهم. وأيضا الجنة الاختصاص، الجنة للطائعين، هي الجنة لمن؟ للطائعين. والميم للدلالة على جمع الذكور، نحو ذلكم بما كنتم تستكبرون في الأرض. ذلكم بما هنا الميم جاءت بمعنى جمع الذكور، بما يعني أنتم، بما كنتم أنتم تستكبرون في الأرض. النون تأتي للوقاية من الكسر وللتوكيد. وأوصاني بالصلاة، هنا وأوصاني، النون هنا جاءت للوقاية من الكسر، يعني حتى ما يكون هنا وأوصى، ما تكون في نية للوقاية من الكسر. لنسفعا بالناصية، هنا جاءت للتوكيد، توكيد لنسفعا بالناصية، النون هنا جاءت للتوكيد. الهاء للسكت في الوقف، نحو لما وقه وعه. وللغيبة نحو إياه وإياهم، فأن الضمير هو إيا فقط، وما بعده لواحق تدل على الغيبة كما هنا، أو على الخطاب كما في إياك وإياكم، أو على التكلم كما في إياي وإيانا. الواو لمطلق الجمع، الواو لمطلق الجمع، وللاستئناف، وللحال، وللمعية، وللقسم. لمطلق الجمع مثلا، يسود الرجل بالعلم والأدب. لاحظوا هنا مطلق الجمع، العلم والأدب، شو مكان العلم وشو مكان الأدب. لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء، هنا جاءت الواو ونقر 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 في الأرحام، جاءت للاستئناف. خرجوا من ديارهم وهم ألوف، وهم ألوف هنا جاءت لوصف الحال. سرت والجبل المعية، سرت والجبل المعية. والتين والزيتون، لاحظوا هنا القسم. الياء تستخدم للمتكلم، نحو إياي. وأما الحروف الثنائية فهي 26 حرفا، وهي الآ ممدودة، وإذ، وأل، وأم، وأن، وإن، وأو، وأي، وإي، وبل، وعن، وفي، وقد، وكي، ولا، ولم، ولن، ولو، وما، ومذ، ومن، وها، وهل، واو، ويا، والنون الثقيلة. الألف الممدودة هي للنداء، عبد الله. إذ للمفاجأة، بعد بين وبينما، وللتعليل على نحو فبينما العسر إذ دارت مياسر. لاحظوا هنا تأتي للمفاجأة، إذ دارت بعد بين وبينما، هنا إذ للمفاجأة بعد بين وبينما، وتستخدم أيضا للتعليل، بينما العسر إذ دارت مياسر، هنا جاءت للمفاجأة. فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم، إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر. إذ هنا جاءت، إذ هم قريش للمفاجأة، تمام، وإذ ما مثلهم بشر هنا التعليل، أو هنا تعليل، إذ هم قريش تعليل، جاءت هنا للتعليل. وأل لتعريف الجنس أو جميع أفراده،
أو فرد منه معين، نحو الرجل خير من المرأة. هنا الرجل هنا التعريف الجنس، أو جميع أفراد أو فرد. إن الإنسان هو الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وما آتاكم الرسول. الرسول ألف لام هنا للتعريف، وتجيء زائدة في نحو الآن والنعمان. وأم للمعادلة بعد همزة الاستفهام أو التسوية، نحو أقريب أم بعيد ما توعدون. أقريب أم بعيد هنا التسوية، سواء علي ما أنذرتهم أم لم تنذرهم. أنذرتهم أم لم تنذرهم، أم مثل الهمزة. وتجيء بمعنى بل، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور. هنا جاءت بمعنى إيش؟ بل هل، يعني هنا والبصير، بل هل تستوي الظلمات والنور. وأن تكون مصدرية ومفسرة وزائدة ومخففة من أن، نحو وأن تصوموا خير لكم. وأن تصوموا، لاحظوا يجي بعدها فعل مضارع منصوب شيء. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك. إذن هنا مصدرية، هنا المصدر شيك، مصدرية فعل مضارع هنا، يعني بمعنى صيامكم خير لكم. صيامكم خير لكم، ها هو المصدر هنا اللي هو صيامكم خير لكم. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك، هنا أيضا يعني مفسرة، أن اصنع الفلك، يعني أوحينا إليه بإيش؟ أن اصنع الفلك. تفسير، فلما أن جاء البشير هنا زائدة، ومخففة من إن، علم أن سيكون منكم مرضى، هنا مخففة من أن. وإن للشرط وللنفي، وتجيء زائدة أيضا ومخففة من إن، نحو إن ترحم ترحم، إن هم إلا في غرور. ما إن ندمت على سكوت مرة، ولقد ندمت على الكلام مرارا. ما إن ندمت هنا للنفي، يعني ما إن ندمت. وإن ظنك لمن الكاذبين هنا، وإن ظنك يعني إذ نظنك من الكاذبين. أو لأحد الشيئين، نحو خذ هذا أو ذاك. وتجيء في مقابلة خذ هذا أو ذاك، مثل أند في اللغة، مثل أور في اللغة الإنجليزية. إما نحو العدد، إما زوج أو فرد، وبمعنى بل. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، لاحظ هنا أو يزيدون، يعني العدد إما زوج أو فرد، تمام. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. وأي للنداء وللتفسير، نحو أي ربي هذا عسجد، أي هذا ذهب. للجواب، وهنا للنداء، وأي وإي للجواب، ويذكر بعده قسم دائما، قسم آسف دائما. ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي، إي وربي إنه الحق، يعني هنا قسم. والغالب وقوعها بعد الاستفهام، بل للإضراب عن المذكور قبلها وجعله في حكم المسكوت عنه، نحو ما ذهب خالد بل يوسف، وجهه بدر بل شمس. والإضراب عن المذكور قبله وجعله في حكم المسكوت عنه، ما ذهب خالد بل، يعني لم يذهب خالد، أو ذهب خالد وليس يوسف مثلا. وعن المجاوزة وللبدلية، نحو خرجت عن البلد. خرجت هنا عن، يعني تجاوزت
ولا تجزي نفس عن نفس شيئا. وفي للظرفية وللمصاحبة وللسببية نحو في البلد لصوص. أنا للظرفية في البلد ظرف، للمصاحبة ادخلوا في أمم، في أمم يعني مع أمم. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، هنا بسبب هرة حبستها. وقد للتحقيق وللتقليل وللتوقع نحو قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. مش هيك؟ هنا قد للتحقيق، قد أفلح من زكاها. قد يجود البخيل، هنا للتقليل يعني قد يجود البخيل، هنا تقليل يعني نادرا ما يجود. وللتوقع قد يقدم المسافر الليلة، قد يقدم يعني توقع، هنا القد قد. إذا القد تأتي للتحقيق للتقليل وللتوقع. الكي تأتي للتعليل أو للمصدرية. وهذه ما بعدها في تأويل مصدر كأن نحو اخلصوا النية، اخلصوا النيات كي تنالوا أعلى الدرجات. جد لكي تجد، جد لكي تجد. لاحظوا هنا التعليل كي تجد، لكي تجد أو للمصدرية. هنا الأولى مثل التعليل، اخلصوا النيات كي تنالوا أعلى الدرجات، ولا للتعليل يعني حتى تنالوا أعلى الدرجات. جد لكي تجد هنا مصدر يعني إن تجد تجد. ولا تكون ناهية وزائدة ونافية، يعني لا يا بتكون ناهية يا نافية أو زائدة. ناهية لا تقنطوا من رحمة الله، هنا ناهية. زائدة ما منعك ألا تسجد، زائدة. فلا صدق ولا صلى، نافية، لا صدق ولا صلى، لا عمل كذا ولا عمل كذا. وقد تقع النافية جوابا وعاطفة وعاملة عمل إن نحو قالوا أتصبر، قلت لا. هنا طبعا تقع نافي جواب نفي. أكرم الصالح لا الطالح، لا سمير أحسن من الكتاب. ولم لنفي المضارع وجزمه وقلبه إلى المضي نحو لم يلد ولم يولد، هنا نفي. لن لنفي المضارع أيضا ونصبه، لنفي المضارع ولكن نصبه وليس جزمه. وتخليصه للاستقبال، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. ولو للشرط وللمصدرية نحو لو أنصف الناس استراح القاضي. لو أنصف يعني إذا أنصف الناس استراح القاضي. للمصدرية يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، يعني أن يعمر 1000 سنة. فيقال في نحو المثال الأول حرف امتناع للامتناع، انتفاء الجواب. وما تكون نافية وزائدة وكافة، وكافة عن العمل، ومصدرية أيضا. ما هذا بشرا، هنا نافية. فبما رحمة من الله لنت لهم، هنا زائدة. كأنما يساقون إلى الموت، هنا كأنما الماء هنا كافة عن العمل. ومصدرية آخر شيء، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. وقد يلحظ الوقت مع المصدرية فيقال لا مصدرية ظرفية، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ومذ تأتي للابتداء أو الظرفية نحو ما كلمته مذ سنة ولا قابلته مذ يومنا. ومن للابتداء وللتبعيض وللتعليل نحو سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ابتداء. منهم من كلم الله، تبعيض، منهم اللي هم الأنبياء. مما خطيئاتهم أغرقوا، يعني للتعليل بسبب خطيئاتهم. وتجي زائدة بعد النفي والنهي والاستفهام نحو ما لنا من شفيع، لا يبرح من أحد، هل من خالق، من خالق غير الله. وها للتنبيه تدخل على أسماء الإشارة كهذا وهذه، وعلى الضمائر كها أنا ذا وها أنتم، وعلى الجمل نحو ها إن صاحبك، إن صاحبك بالباب، ها يعني أنت، أي يعني يا هذا
أو هذا صاحبك في الباب؟ وهل تستخدم للاستفهام نحو هل طلع النهار، وتفارق الهمزة في أنها لا تدخل على نفي ولا شرط ولا مضارع حالي. وللندبة نحو وحسيناه، ويا للنداء وللندبة وللتنبيه، يا أيها الناس هنا للنداء، يا حسيناه هنا للندبة، يا ليت قومي يعلمون للتنبيه بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. النون الثقيلة تدخل على الفعل لتوكيده نحو ليسجنن، ليسجنن، ولا تلحق الماضي أبدا. أما الحروف الثلاثية طبعا فهي 25 حرفا، هي 25 حرفا. سأتوقف هنا.